السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الترانزستور ازاي استخدمه از امبليفاير. طيب ايه هي الحاجات اللي احنا هنتعرف عليها؟ نتعرف على introduction الاول، ازاي يخلي الترانزستور بيشتغل كامبليفاير. بعد كده هنتعرف على الكاركترستيك او العلامات المميزة لكل ترانزستور لكل امبليفاير عن التاني، بمعنى ان انا اقدر اقول ان الامبليفاير او اقارن بين نوعين امبليفاير مين احسن من التاني عن طريق الكاركترستيك دي. بعد كده هنبتدي نشوف الـ AC analysis، اللي هو ازاي ان انا اعرف البارامتر بتاعة الترانزستور، اعرف اعمل لها analysis او اعرف اطلعها على الـ configurations المختلفة اللي هي الـ common emitter والـ common base والـ common collector amplifier. كل amplifier من دول ليه characteristic معينة هنبتدي نتعرف عليها تباعا واحنا بنشرح ازاي اعمل له AC analysis. بعد كده هنبتدي نستخدم بقى حاجة متطورة اكتر، ان انا ممكن احط اكتر من مرحلتين تكبير ورا بعض. طيب هنبتدي دلوقتي نتعرف على الترانزستور. اتفقنا ان الترانزستور ده عبارة عن الكترونيك ديفايس بيستخدم ال PGT، ان انا بوصل على البيز اميتر جانكشن لازم تكون فورورد، والبيز كولكتور جانكشن لازم تكون ريفرس، والانبوت سيجنال اللي انا بدخلها اما تكون فولت او كارنت او حاصل ضرب الاثنين اللي هو باور، والاوتبوت بتاعي بيكون عباره عن مرحله ان هو كبر السيجنال بتاعتي بمقدار معين. طبعا الترانزستور لازم يشتغل في حاله الاكتيف مود عشان اقدر اقول عليه ان هو امبليفاير او ان هو بيكبر السيجنال. طبعا لازم عشان خاطر يشتغل كامبليفاير لازم ان انا اديله بايزنج كارنت وبايزنج فولتج معين. وطبعا احنا عارفين ان الترانزستور بتاعي هو سنسيتيف، عامة الترانزستور سنسيتيف لتغير درجة الحرارة. فالمفروض ان انا وانا بعمل ديزاين لامبليفاير ان انا احاول اخليه انسنسيتيف لتغير درجه الحراره، وقلنا ان انا بعمل ده عن طريق ان انا بستخدم سيلف بايزنج. طيب احنا هنا بنشرح كانترودكشن، دايره بدائيه ان انا اعرف افهم منها الترانزستور بيشتغل ازاي. فعشان كده اخترنا اسهل نوع من انواع البايزنج اللي هو الفيكسد بايز. طبعا احنا عارفين ان الفيكس بايز ما هوش insensitive للتمبريتشر، لكن احنا بنستخدمه بس كمثال توضيحي، لكن فعليا الدايرة دي انا بستخدمهاش كامبليفاير. اول حاجة ان انا بيبقى عندي بحدد الفورورد فولتج بتاعي اللي بين البيز وبين الاميتر عن طريق البطارية اللي اسمها VBE ودي دي سي باتري. بعد كده بظبط البايزنج اللي هو بخلي الجنكشن اللي بين الكوليكتور وبين البيز ريفرس عن طريق ال VCC وقيمة ال RC. وبعد كده ببتدي أبلاي الانبوت سيجنال بتاعتي عن طريق إن أنا بضيف على ال DC فولتج اللي عند الانبوت ال AC سيجنال اللي أنا عايز أكبرها اللي هي هنا اسمها VBE. عايزين نتفق على حاجة، إن دايما ال DC analysis هكتبه في الايكويشن كل الحروف بتاعته كلها كابيتال ليتر، لكن لو انا بتكلم على AC signal هتبقى كل حروفها سمول ليتر. طيب بما ان الانبوت بتاعي عبارة عن DC signal زائد AC signal، فهعرف السيجنال دي اللي هي بتتكون من DC signal و AC signal عن طريق ان انا يا اما هكتب الحرف الاساسي بتاعي الفولت مثلا او الكارنت اخليه كابيتال ليتر، واخلي السافكس بتاعي اللي هو بيعبر عن اني فولت او اني كارنت هو ده اللي اخليه سمول ليتر، او العكس. الطريقتين متاحين ان انا احدد بيها فولت وكارنت بيتكون من DC سيجنال و AC سيجنال. يعني مثلا لو انا عايزه لو انا عايزه اقول الفولت الفولت ال VBE بس هو بيتكون من DC كومبوننت و AC كومبوننت، فانا ممكن اقول ان انا عندي ال V سمول BE كابيتال ليتر، يبقى ده عبارة عن DC value و AC value. فاقدر اقول ان الكلام ده هيساوي ال VBE كلها كابيتال ليتر، فده عبارة عن ال DC كومبوننت زائد ال VBE
كلها small letter، فدي تبقى عبارة عن ال AC component. طيب لو أنا عايزة أكتب current فأنا أقدر أقول إن ال I small C capital بتساوي ال DC component، يبقى ال I capital C capital بتساوي أو زائد sorry ال I small C small. وهكذا. طيب طبعا وانا بشتغل في الـ AC analysis بتعامل ان الـ DC voltage، اقدر اقول ان يعني احنا خدنا نظرية قبل كده اسمها نظرية الـ superposition. لو انا عندي اي circuit بيحصل عليها او بأبلاي عليها نوعين من الـ voltage مختلفين، فانا ممكن اشتغل يعني اعمل اناليسز للسيركت مرتين، مره بالفولت سورس الاولاني مع اعتبار ان الفولت سورس الثاني شورت سيركت، ومره باعتبار ان الفولت سورس الاولاني هو اللي شورت سيركت وان الثاني هو اللي شغال، ويبقى التوتال بتاعي هو عباره عن مجموع الفولت بسبب الاثنين. ده بالظبط اللي احنا بنعمله هنا. لو انا بشتغل دي سي اناليسيس بعتبر ان كل ما هو اي سي فولت سورس شورت سيركت، ولو انا بشتغل اي سي اناليسيس بعتبر كل ما هو دي سي فولت سورس شورت سيركت. شوف الكلام ده بشكل اوضح بعد شويه. طيب انا دلوقتي عايز اجيب ريليشن بين الفولت وبين الكرنت عشان اعمل ديسكريبشن للترانزستور بتاعي. فانا دايما ببقى عايزة أجيب transfer function equation بتربط بين ال output volt و ال equation بتربط بين ال output وبين ال input CN أنا عايزة إيه. طيب فأنا اتفقنا إن ال input characteristic equation بتاعتي كان لو أنا عايزة أرسم transistor أو ال characteristic بتاعت ال input بتاعي، فكنت بقول إن ال diode بتاعي ال input عبارة عن ال characteristic بتاعت هي علاقة بين ال VBE و ال IB، والعلاقة دي طبعا هنا ال IB تمام، ودي كانت علاقة دايركت كانت اكسبوننشال. فكنا بنقول ان انا اقدر اقول ان ال IB تساوي I saturation base اللي هو maximum saturation current عند البيز في exponential VBE على DT. ده الـ input characteristic equation. طيب لو أنا عايز أحول الـ input characteristic equation لـ output transfer function، الـ input characteristic function دايما بتربط بين الـ volt والـ current الـ input. طيب بالنسبة للـ transfer function هي بتربط بين input و output، فأنا أسهل حاجة في الـ equation دي إن أنا لو ضربت الـ equation بتاعتي في بيتا في الطرفين هنا وهنا، فأنا أقدر آخد البيتا في الـ ISB دي وأقول إن أنا هعوض عن الاتنين دول في حاجة اسمها IS اللي هو maximum saturation current عند الكوليكتور، وبيتا في IB أقدر أعبر عنها بـ IC. يبقى أنا كده جبت علاقة بين الـ IC واللي هو الـ output current والـ input voltage الـ VBE. يبقى الـ equation دي أقدر أقول عليها إن هي الـ transfer function بتاعتي. طيب طبعا انا عندي شويه علاقات اللي هو ان الاي اميتر بتساوي اي سي على الفا والاي بيس بتساوي اي سي على بيتا، عشان دايما لو انا عايزه اوصل الايكويشن دي لشكل مختلف. طيب عندي كمان اقدر اقول ان انا لو انا عايزه اجيب قيمه الفي سي اي للدايره دي، فانا اقدر اقول ان السبلاي فولتج الفي سي سي بيساوي اي سي ار سي زائد الفي سي اي، يبقى الفي سي اي بتساوي في سي سي ناقص اي سي ار سي. واتفقنا ان لازم البيس كوليكتور جانكشن تبقى ريفرس، وبما ان الترانزستور ده ان بي
ان، يبقى لازم الفولت بتاع الكوليكتور يبقى اكبر من الفولت بتاع البيز، ونتيجة لان الجونكشن دي البارير فولتج بتاعتها بتبقى من 5 من 10 ل 4 من 10 فولت، يبقى لازم الكوليكتور يكون اكبر من الفولت بتاع البيز ب 4 من 10 او اكتر. تمام. لو انا دلوقتي عايزه اتكلم، عايزه اجيب الكاركترستيك بتاعتي. طيب احنا اتفقنا دلوقتي ان هنا احنا كنا في الايكويشن دي كنا بنتكلم على ان ال VBE عندي هنا كنا بنتكلم على ان الكلام ده كله دي سي كومبوننت. طب هو انا السيجنال اللي انا داخله لي هي دي سي فاليو بس، ولا هي عباره عن دي سي فاليو اي سي فاليو مع بعض؟ لا، هي عباره عن دي سي فاليو اي سي فاليو مع بعض. يبقى انا اقدر اقول ان الفي بي اي بتاعتي اللي هو عباره عن دي سي فاليو اي سي فاليو هي عباره عن الفي بي اي دي سي زائد الفي بي اي اي سي كومبوننت. تمام. يبقى انا اقدر اقول ان الاي سي اللي هي دي سي كومبوننت زائد اي سي كومبوننت بتساوي الاي اس او ده كونستنت، مش هيفرق معايا هو دي سي ولا اي سي، في اكسبوننشال في بي اي اللي هي دي سي كومبوننت زائد اي سي كومبوننت على الفي تي. يبقى انا الايكويشن معايا هتتكتب بالشكل ده. طيب انا عندي من الاكسبوننشال، لو كان عندي حاصل مجموع الاكسبوننشال مرفوعه لاس حاجتين مجموعين على بعض، ممكن نخليها اكسبوننشال حاصل ضرب ايه الاثنين اكسبوننشال، اقدر اوزع الاكسبوننشال يعني. طيب فانا اقدر اخد الجزء ده كده واقول ان هو بيساوي نفس الجزء اللي هنا، فاقدر اشيل الحته دي واحط مكانها الاي سي كابيتال لتر، والفي بي اي سمول على في تي هتنزل زي ما هي. الايرلي افكت بتاعت اكسبوننشال تيرم لو كان الفي بي اي اصغر بكتير جدا من الفي تي، اقدر اقول ان هي بتساوي الشكل ده. ونتيجة لكده هتبقى الـ IC بتاعتي اللي هي DC زائد AC عبارة عن DC component اسمه الـ IC capital letter و AC component اسمه VBE على VT في IC capital letter. تمام، حلو جدا. طيب انا بعد كده خلاص اتفقنا ده الـ DC component وده الـ AC component، يبقى الـ AC component عبارة عن التورمز دي. انا دلوقتي دي dependent equation، يبقى الـ output current بيدبند على الـ input voltage. طيب الحتة دي او الـ IC capital letter اللي هي DC current على الـ VT اللي هو constant thermal voltage ده كنت بتساوي 25 مللي فولت في حالة الـ room temperature، ده يعتبر constant value. يبقى انا اقدر اقول ان transfer function بتاعة الترانزستور هي عبارة عن current source بيدبند على voltage source، والثابت اللي هو الـ dependent constant بتاعي هو الـ IC على VT. وبما إن أنا عندي current بيساوي constant of volt، يبقى معنى كده إن الـ constant ده هو عبارة عن 1 على المقاومة أو conductance. فإحنا عشان كده بنسمي الترم اللي هو IC على VT بنسميه transconductance، وبيبقى الرمز بتاعه GM. تمام. يبقى انا اقدر اقول ان الاوتبوت كارنت بتاعي او ان الترانزستور بتاعي بيشتغل ك فولتج كنترول كارنت سورس. يبقى الانبوت فولتج بتاعي اللي هو الفولت اللي بين البيز والاميتر هو اللي بيتحكم في الاوتبوت كارنت بتاعي. تمام. طيب لو انا كنت دلوقتي عايزه، انا دلوقتي عرفت الاوتبوت كارنت او الريزيستنس من ناحيه الاوتبوت عباره عن ايه، طيب لو انا كنت عايزه اعرف الترانزستور من ناحيه الانبوت هو عباره عن ايه، فاحنا ممكن نعرفه يعني بشويه تفكير منطقي كده، ان احنا دايما عارفين ان البيز اميتر جانكشن ده دايود فورورد. طيب الدايود الفورورد انا بمثله في سكند ابروكسيميشن ببطاريه دي سي فولت 5.7 اللي هي الدي سي فولتج اللي انا بحطها اللي هي الفي بي اي زائد سمول او فيري سمول ريزيستنس احنا كنا بنسميها في الدايود ار دايود. طيب بالنسبه لهنا، هنا هسميها ار باي لو كان كارنت اللي ماشي في المقاومه دي اسمه اي بيز، وهسميها ار اي سمول لو كان كارنت اللي ماشي فيها اسمه اي امتر. طيب احسب المقاومة دي ازاي؟ ببساطة شديدة جدا من نفس الايكويشن اللي احنا كنا لسه حاسبينها من شوية، ان الـ IC DC component زائد الـ AC component بيساوي الـ IC DC زائد الـ IC AC، وانا عارفة ان الـ IC على بيتا بتساوي IB. يبقى معنى كده ان الـ IB
DC component زائد AC component بيساوي IC DC على بيتا زائد IC AC على بيتا. IC DC على بيتا ده الـ I base capital letter اللي هو الـ DC value. طيب بالنسبة للترم اللي باقي اللي هو واحد على بيتا في IC DC على VT في الـ VBE، ده نقدر أقول إن هو ده الـ AC component بتاعة الـ ترانزستور بتاعي. فالكرنت اللي اسمه اي بيز بيعتمد على كونستانت اللي هو واحد على بيتا في اي سي على في تي، واحنا عارفين ان الاي سي على في تي دي جي ام، يبقى نقدر اقول ان الكونستانت بتاعي هو جي ام على بيتا، يبقى الاي بيز سمول لتر او الاي بيز اي سي بيز كرنت بيساوي جي ام على بيتا في في بي. طيب لو انا عايزة اجيب علاقة اللي هو قيمة المقاومة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها دي، فهي هتبقى عبارة عن ال VBE على ال IB. طب ال VBE على ال IB هتساوي ايه؟ هتساوي بيتا على GM من القانون ده، VBE على IB هتساوي بيتا على GM. ففي الحالة دي اقدر اقول ان دي قيمة ال R by اللي اقدر امثلها ب value تانية اللي هي VBE أو VT سوري على IBDC. تمام. طيب لو أنا عايزة أبص بقى من ناحية الإميتر، فاتفقنا برضو إن هي مقاومة بين البيز وبين الإميتر، الكرنت اللي ماشي فيها IB، يبقى نقدر أقول إن الـ IE سمول هي الـ VBE على IE. طيب الـ VBE على IE بنفس الطريقة بالظبط، أعرف أجيب إن الـ IEmitter بيساوي اي سي على الفا، واقدر برضو بنفس السيكونس اجيب الاي اي اي سي فهيساوي اي سي على الفا في تي في في بي اي، يبقى الفي بي اي على اي اي اللي هي الار اي سمول دي عبارة عن في تي على اي اي كابيتال لتر، او اقدر اقول انها الفا على جي ام او واحد على جي ام. طبعا بما ان الفا تو سمول يعني تبقى دايما nearly equal 1 أو R باي على بيتا. تمام. لو أنا بقى دلوقتي عايزة أحسب الـ voltage gain بتاع الترانزستور بتاعي ده، طيب ببساطة شديدة جدا الـ voltage gain دايما عبارة عن الـ volt الـ output اللي هو الـ VC، لو أنا كنت common emitter باخد الـ output من على الـ collector وباخد الـ input من على الـ base، يبقى الـ voltage gain بتاعي هو عبارة عن VC small letter اللي هو الـ AC VC على ال VBE اللي هو ال input voltage بتاعي. طيب أنا دلوقتي عايز أجيب علاقة بين ال VC في ال AC analysis و ال VB في ال AC analysis. طيب أجيب العلاقة دي إزاي؟ ببساطة شديدة جدا أنا أقدر أقول إن ال VC بيساوي VCC ناقص الفولتج دروب اللي بيحصل على المقاومة اللي اسمها RC. طيب الفولتج دروب اللي بيحصل على المقاومة اللي اسمها RC تمام بيساوي الكرنت اللي ماشي في المقاومة دي في قيمة المقاومة ال RC. الكرنت اللي ماشي في المقاومة ده في المقاومة دي في حالة ال AC analysis هيبقى نوعين من الكرنت، DC current و AC current. يبقى أنا أقدر أقول إن ال VC بيساوي ال VCC ناقص ال IC اللي هي عبارة عن DC component و AC component في ال RC. ما هيجي اعوض بالشكل ده فهيجي عندي يبقى ال VC هيساوي VCC ناقص ال IC وال RC اللي هما بتوع ال DC analysis، واقدر اشيل الترم ده واقول عنه ال VC DC ناقص ال IC وال RC. تمام. لو انا بتكلم على ان الترم ده عبارة عن DC component و AC component، يبقى ال VC كابيتال لتر ده DC component يبقى ناقص ال IC في ال RC ده ال VC بتاع ال AC analysis، نتيجة لأن اللي عندي AC signal داخلي لي السيجنال بتاعتي. فأنا أقدر أشيل أو ال VC AC ده يساوي minus IC في ال RC. طيب وأقدر أشيل ال IC وأعوض مكانها ب GM في ال VBE زي ما أثبتنا من شوية، يبقى أقدر أقول إن ال VC على ال VBE اللي هي ال voltage gain بتاعي هي عبارة عن ناقص GM في RC. ونيجي هنا ل point مهمة جدا، أول point عندي إن أنا عندي لما ال voltage gain يبقى علاقته بال negative، يعني معنى كده إن ال output voltage في بينه وبين ال input voltage في shift 180 درجة. بعد كده طالما الـ RC عندي قيمتها دايما بتبقى
بالكيلو، فنقدر أقول إن أنا لو أنا كومن إميتر أمبليفاير يبقى أنا أقدر أقول إن الأمبليفاير ده بيديني فولتج جين أو بيديني نسبة تكبير. قيمة الجي إم بتاعتي بتبقى صغيرة، اللي هي ما بتأثرش بشكل كبير على الفولتج جين. تمام، الطرق بقى المختلفة، أقدر أشيل الجي إم وأعوض عنها بأي سي كابيتال ليتر، اللي هي الأي سي بتاعت الدي سي على الفي دي، وأقدر أعوض عنها كمان ببيتا على أر باي. كل دي طرق مختلفة. لو انا دلوقتي عايزه اعوض على الترانزستور ب سيميوليشن معين او ب ايكويفالنت سيركت معينه، قال لي تمام، يبقى انا هشيل الترانزستور بتاعي ده اللي هو ليه 3 اطراف بيز واميتر وكوليكتور، هشيله واعوض عنه بسيركت تانية بتعوض لي عن او هي ايكويفالنت للسيركت بتاعتي البيز والاميتر والكوليكتور. اول حاجه اتفقنا بين البيز وبين الاميتر ده دايما بتبقى جونكشن دايت فورورد. لو انا في الاي سي اناليسز هعوض عنها بمقاومه، المقاومه دي تبقى ار باي لو كان الكرنت اللي ماشي فيها اسمه اي بيز، وتبقى ار اي سمول لو كان الكرنت اللي ماشي فيها اي ميتر. طيب بين الكوليكتور وبين البيز ده دايب بيبقى open circuit، بس اللي يهمني ان equivalent circuit بتاعته اللي هي dependent current source. طيب dependent current source على حسب هو بيدبند على ايه، انا ممكن ارسم رسمتين. مثلا لو انا هتكلم على الباي موديل، ففي الباي موديل بيبقى عندي طريقتين. اول حاجه بالنسبه لي العلاقه بين البيز وبين الكوليكتور بيبقى عندي dependent current source، اما بيدبند على ال VBE فيبقى ساعتها هو current control voltage control current source، وبيبقى ال constant بتاعته GM، أو current control current source وبيبقى ال constant بتاعي R by، وال current اللي أنا بديبند عليه هو قيمة ال I base. طيب بالنسبة لل junction اللي بين البيز وبين الاميتر زي ما اتفقنا، لو ماشي فيها الكرنت اسمه اي بيز يبقى العلاقة بتاعتي في بي اي، او اللي هي المقاومة اللي بتاعتي هي اسمها ار باي. ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، ان انا لازم اساتسفاي الايكويشن بتاعتي اللي بتقول ان الاي بيز او ان الاي اميتر سواء كانت كابيتال لتر دي سي او اي سي بتساوي اي سي زائد اي بي. تمام، فانا برسم الموديل بتاعي لازم اتاكد ان فعلا الاي اميتر هو عباره عن مجموع الاي بيز والاي كوليكتور. طيب اتجاه الاي كوليكتور بحدده ازاي؟ بحدده على حسب نوع الترانزستور. لو انا كنت ان بي ان فمعنى كده ان الاي سي داخل الترانزستور، يبقى الاي سي هيدخل لي الكوليكتور. تمام، فيبقى هيكمل، يبقى كأنه هيبقى تحت. طب لو انا كنت بي ام بي يبقى الترانزستور هيبقى خارج، الكارنت هيبقى خارج من الترانزستور، يبقى الكارنت بتاعي هيبقى طالع لفوق. طيب لو انا كنت عايز ارسم التي موديل نفس الحكايه، الكارنت سورس اللي هو بين البيز وبين الكوليكتور اتجاهه بيختلف على حسب نوع الترانزستور بتاعي، ممكن يبقى بيديبند على الفي بي اي فيبقى الكونستانت جي ام، او بيديبند على الاي بيز فيبقى الكونستانت بتاعي. لو كان بيديبند على الاي بيز يبقى الكونستانت بتاعتي بيتا، لو كان بيديبند على الاي اميتر يبقى الكونستانت بتاعي الفا. تمام، طيب والجنكشن اللي بين البيز وبين الاميتر الكرنت اللي ماشي فيها هو عبارة عن ريزيستنس، الكرنت اللي ماشي فيها هي اي اميتر، فتبقى المقاومة دي اسمها ار سمول. تمام، انا دلوقتي عشان خاطر اعمل اناليسيز لترانزستور شغال كامبليفاير، ايه هي الستبس اللي انا لازم اشتغلها؟ اول حاجه لازم اشتغل دي سي اناليسيز. عشان اشتغل دي سي اناليسيز اول حاجه لازم اراعيها اني ابص على لو انا كان عندي في الرسمه بتاعتي كاباستر. تمام، فالكاباستر بالنسبه لي قيمه الاكس سي بتاعته، تمام، احنا عارفين كلنا انها بتساوي 1/g/2/f/c. f طبعا دي الفريكوانسي وc قيمة الكاباسيتنس نفسها. الفريكوانسي بتاعة الدي سي بتساوي 0،
يبقى اكس سي في حالة الدي سي اناليسيز عبارة عن واحد على زيرو اللي هي ما لا نهاية، يعني ان هي اوبن سيركت، يبقى انا بريبليس الكاباسيتور باي اوبن سيركت. بالنسبة للاي سي سورس وانا بحل دي سي سورس، وانا بحل دي سي اناليسيز، يبقى هعتبر ان اي اي سي سورس عندي شورت سيركت، ودي نظرية السوبر بوزيشن. طيب بعد كده هبتدي احل عشان اطلع الدي سي فولتج والدي سي كارنت والكيو بوينت. طيب هو انا فعليا محتاجه الدي سي كارنت عشان احسب منهم قيمه الجي ام والار باي والار اي سمول، ومحتاجه قيمه الكيو بوينت لان احنا اتفقنا ان قيمه الكيو بوينت دي هي نقطه بدايه تشغيل الترانزستور. جميل. طيب بعد كده خلاص انا حسبت الدي سي كارنت، ابتدي احسب السمول سيجنال بارامتر اللي هي الجي ام والار باي والار اي سمول. طبعا على حسب هو طالب مني ايه في المساله، يعني مش لازم اجيب الار ام متر و او الار اي سمول والار باي، انا لازم اجيب الجي ام و ام الار باي او الار اي سمول، او لو هو طلب مني ان انا اجيب الثلاثه فبجيب الثلاثه. طيب بعد كده خلاص انا كده خلصت كل ما هو دي سي اناليسيس، ابتدي احل المساله اي سي اناليسيس. طيب عشان احل المساله اي سي اناليسيس هعمل عكس الحاجات اللي انا عملتها في الدي سي اناليسيس. اول حاجه الدي سي فولت سورس هو اللي هعتبره شورت سيركت، هيبقى كان السيجنال بتاعتي ما فيهاش دي سي سورس. طيب بعد كده هريبليس الكاباستور بشورت سيركت. طيب من نفس القانون ده هقول ان الفريكوانسي في الاي سي هعتبر قيمته كبيرة، فطالما ان هي قيمته كبيرة يبقى واحد على رقم كبير هيديني رقم صغير جدا، يبقى انا اعتبره كأنه شورت سيركت. طيب بعد كده ابتدي ارسم الموديل بتاعي، اما يكون باي موديل او تي موديل، وبعدين ابتدي احسب البارامترز اللي انا عايزاها. Thank you.